السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شباب، كيفكم؟ إن شاء الله تكونوا بخير. اليوم جايب لكم شرح كيف نسوي توقيع زي التوقيع حقي هذا اللي أمامكم. طبعا راح نحتاج برنامج اللي هو بيكس أرت وبرنامج الفونتو. طبعا ما عليك إلا تتابع معي حبة حبة عشان ما تجيب النهاية وتقول لي وكيف حفظت أو إيش سويت أو ما فهمت. تابعني حبة حبة، لا تسحب الفيديو، خليك مروق وتابعني وراح تفهم 100%. أوكي، أول شيء راح نحتاج برنامج اللي هو بيكس أرت عشان نسوي فيها صورة شفافة. أوكي، راح نختار اللي هو حجم هذا الشاشة، بعدين على الخيار هذا، بعدها نروح على هذه الطبقات اللي في من تحت عند الإشارة، بعدها نرجع على هذا اللون الأبيض، نضغط على هذه العين اللي زي العين كذا، نحذف اللون. أوكي، بعدها تروح على الثلاثة نقاط هذه تحفظ الصورة. اوكي شباب، بعد ما حفظنا الصوره نروح على البرنامج هذا اللي هو الفونتو. اوكي شباب، بعد تضغطوا على الشاشه كذا ضغطه، تروحوا على ثاني خيار هذا، بعدها تروحوا على كفه الصور، تختاروا اللي هي اخر صوره اللي هي هذه البيضه، راح تجي لكم كصوره بيضه كذا. اوكي، بعدها لا تسووا اي شيء، روحوا على هذا الخيار ضغطوا عليه. اوكي، مثل ما تشوفوا الشاشه ما في اي شيء، كويس، هذه صوره شفافه تعتبر. تضغطوا على الشاشه مره كذا، ضيفوا اليوزر تبعك. اوكي شباب، طبعا انا بداية اليوزر حقي صفر، ما راح احط الصفر اولا، احط النقطة واحط الاس والام والاكس. اوكي، بعدها تروحوا طويلين العمر على هذا الخيار الخطوط، بعدها تروحوا على الخيار هذا اللي هو خطوط البرنامج. ركز معي، طبعا الخط اللي راح اختاره خط تبع البرنامج، لا تجي تقول لي نزلي الخط، راح انزل لكم الخطوط الثوانية، اما هذا الخط ما راح انزله لانه مو عندي، هذا تبع البرنامج. اذا حملت برنامج الفونتو راح يجيك مع البرنامج. اوكي طيب يا طويل العمر، شوفوا عندكم هذا الخط وهذا الخط وهذا الخط، ثلاثة خطوط، ركزوا هذه الثلاثة الخطوط، واحد اثنين ثلاثة، اختر واحد منها. اوكي، راح انا اختار اللي هو ثالث خط هذا، تختار الخط. اوكي، صار اليوزر بهذه الطريقة، اكبره بالحجم اللي تبغين كذا، بعدها روح على هذا الخيار، بعدها روح على هذا الخيار، اضغط على هذا الخيار، اضغط على اللون الاسود، راح يضاف له اطار اسود. اوكي، اعطى اوكي. طيب الحين نضيف اللي هو الصفر. اوكي، نروح على الخطوط، نروح على خطوطي هذه، طبعا راح انزل لكم الخط هذا اللي راح استخدمه، خطوطي بخطوطي. اوكي، راح احطه لكم في التليجرام. طيب ترفعوا كذا لين يجيك الخط، هذا هو الخط، راح احطه لكم في التليجرام، هذا هو الخط، اضغط عليه. اوكي، صار الصفر كذا بهذه الطريقة. نروح على الالوان اللي هو هذا الخيار، اختاروا اللون الاحمر اللي تبغون، انا افضل الاحمر. اوكي، حطوا اليوزر تحكموا به من هذا المكان، من هذا الخيار، حطوا بالمكان اللي تبغون. اوكي، راح حطوا بهذا المكان. اوكي، الحين تروحوا تضيفوا حرف ام. اوكي، بعدها تروحوا على الخطوط، شوفوا يا طويل العمر في خط اللي هو توقيع، راح احط لكم هذا خط انقلش توقيع، راح احط لكم كمان في التليجرام، اضغطوا عليه، راح يجيكم بهذه الطريقه، غيروا اللون اسود، حطوا حجم الشفافيه شوي كذا انت وذوقك، بعدها نروح على هذا الخيار نصغرها. اوكي، بعدها حطوا تحت الكلمه بهذا المكان. اوكي، بعدها انسخوا مره ثانيه، روحوا على هذا الخيار اقلبوا، سووا قلب بهذه الطريقة وحطوه في هذا المكان. اوكي، بعدين ضغطوا على اليوزر عشان يكون العفو ثواني بس، حطوني ارفع اليوزر لفوق. اوكي، حطوه كذا. صغر هذا كمان شوي. اوكي، ضغطوا على الزيرو، بعدين نزلوا اليوزر الى هذا المكان. اوكي شباب، طيب يا طويلين العمر الحين ايش تسوون؟ تروحوا تضيفوا اللي هو انستغرام. شوف ركز معي، ضغط على الشاشه كذا، روح على الخطوط اللي هو هذا الخيار، العفو، روح على هذا الخيار الخطوط. اوكي، روح على خطوط البرنامج، هذا الخيار اللي هو اول خيار هذا في اليسار، اضغط عليه لين يطلع لكم خطوط البرنامج. اوكي، اسحبون لين يطلع لكم علامة انستجرام وكذا، نسحب. اوكي، هذا هو علامة السير، هذا الخط، اضغطوا على الخط هذا، طبعا تبع البرنامج، هذا الخط تبع البرنامج،
اوكي اختاروا اللي هو علامة انستجرام او السنابة اللي تبون. هذا هو انستجرام، نضغط عليه، حطوا اللي انتم اللون اللي تبوه انتم، نكبروا شوي بس، كبروا بهذه الطريقة، التكبير بهذا الخيار، شوفوا نصغره شوي كذا. اوكي اغير اللون من هذا المكان، اللون اللي تبون، تبون ابيض، تبون اسود، اصفر، احمر، اللي تبون اللون. اوكي انا افضل اللون، ونحط له الظل اللي هو الخيار هذا، نحطه خلفية سوداء كذا. اوكي نحطه بالمكان اللي تبون، مثلا بهذا المكان او بهذا المكان، بالمكان اللي تبون انتم. اوكي راح احطه انا بهذا المكان، تحطوا تحكموا بهذه المربع. اوكي كذا، بعدين نضغط على اليوزر عشان يصير اوكي، نضغطوا على الزيرو، اسحبوا الى الصفر اللي هو الصفر. طيب يا طويل العمر شوفوا كيف صار، تقدروا تخففوا الشفافية او تبغون. الحين وش نسوي؟ نضيف اللي هو نقط، نضوح على الخطوط، نروح نغير اي خط، اي خط عادي، اي خط هلو علشان النقط، ضغطوا على النقط هذه، النقط هذه. اوكي اختاروا اللون اللي تبون، انا راح احطه ابيض، افضل ابيض. بعدين اسحبوا، اسحبوها الى هذا المكان، شوفوا سووا نقط كامل على على الصفر. اوكي كذا نقطة، بعدين سووا نقطة مرة ثانية، اوكي تحكموها في المربع عشان تصير كويس مزبوطة. تحكموها كذا. اوكي راح اوقف الشاشة لين اسوي النقط كامل وارجع لكم. اوكي شباب مثل ما شفتوا كيف صار، اذا تبغوا تضيفوا للاحمر هذا ظل اسود عادي يضيفوا له اللي هو الزيرو او الصفر، ظل اسود كذا، تروحوا على هذا الخيار تضيفوا له اسود كذا عشان يصير مرتب افضل. طيب تقدروا تحكموا بالنقط اكثر وتصغروها افضل افضل، بس انا ما اردت اصغرها. اوكي مثلا اذا تبغوا يصير الى خلاص كذا، واذا تبغوا تضيفوا كمان شوفوا اليوزر هو كذا بهذه الطريقه، بس اذا تبغوا تضيفوا له ظل اسود على الكلام كامل وش تسوون؟ اسحبوه في الشاشه كذا اوكي لين يتحدد الكلمات كامل، وروحوا على الخيار الوسط هذا، بعدها على الخيار هذا، شوفوا وين الخيار هذا اللي فوق فوق، اضغطوا عليه، بعدين روحوا على هذا الخيار اسحبوا لين يصير كذا. اوكي روحوا على هذا الخيار كذا، حطوها 72، والاول اول خيار 100 والثاني 72، وزنوا اليمين لليسار كذا، حطوا تحت الكلام. طبعا انا عارف من الحين ان النقط اللي على الزيرو راح تخرب اوكي، بس انا اقول لكم اذا تبغوا تضيفوا لمسه كمان، اذا انت تصمم الحين لا تسوي النقط الا بعد ما تسوي الظل، واذا تبغى الظل كذا اسود على على الكلام كامل لا تسوي النقط الا بعد ما تسوي الظل هذا وتعطي اوكي، راح يصير بهذه الطريقه. اوكي مثل ما شفتوا صار يزر مرتب مره وحلو، اللون الاحمر اذا تغوت كمان الزيرو تغيروا احمر تردوا احمر كذا، مثل ما شفتوا اليوزر كيف صار مرتب وحلو. مثل ما شفتوا اوكي شباب، وكيف تحفظون الحين ركز علي بطريقة الحفظ، تروح على العلامة هذه، شوفوا اول خيار راح يطلع لكم الحفظ هذا، اضغط على اول خيار هذا يحتفظ لكم بدون صورة بدون خلفية، يحتفظ لكم شفاف، تضيفوا على اي تصميم بدون خلفية سوداء او بيضاء، عرفتم؟ في كثير يروح يحفظوا بهذه الطريقة، هذه الطريقة اذا حفظت فيها راح يحتفظ لكم بصورة سوداء، ما راح يزبط معك. اوكي لا تحفظ بهذا الخيار، احفظ بهذا اللي هو ايش والله ما اعرف انا بالانجليزي هذا الخيار، المهم احفظوا. اوكي الحين احتفظ التصميم. اوكي شوفوا اذا رحنا على كيوت كات ضيفوا مثلا هذا التصميم، شوفوا ضيفوا زائد صورة اليوزر، شوفوا اليوزر طلع لكم بدون اي خلفية، صغروا بالحجم اللي تبون انتم تحطوا، وبعدين تحركوا تحركوا اليوزر. طبعا انا منزل من قبل تصميم يوزر مع التحريك،
فما عاد في داعي للتحريك. اوكي كان هذا شرحنا اليوم، واتمنى عجبكم الشرح، واذا عجبك الشرح لا تنسى تعمل لي لايك وشارك الفيديو كل اصدقائك، والله تعليقاتكم مرة تحمسني، ولا تنسى تتابعني حسابي انستجرام في الوصف، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، دمتم بخير.